عندما يدرك الجميع أن هناك مخطط سيطال كل الدول، سيطال الدول العربية، ليست المسألة موجهة ضد الشعب الفلسطيني أو ليست المسألة موجهة ضد الشعب اللبناني. هناك كما تحدثت كونداليزا رايس عام 2006 عن ولادة شرق أوسط جديد، نعم اليوم نتنياهو تحدث قبل عدة أيام عن خارطة منطقة جديدة. إذن المسألة أبعد من الحدود اللبنانية، وهذا يتطلب أن نكون في حرب استباقية حتى لا يتم الاستفراد مجددا في المقاومة بلبنان، ومن ثم ينتقل الإسرائيلي ليستفرد بسوريا، أو ربما ينتقل ليستفرد بالعراق ويبدأ بعمليات اغتيال. صورة المرجع الأعلى الإمام السيد علي السيستاني التي نشرتها إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية لها الكثير من الدلالات وخطورة الأمر، وهذا يعتبر بالحرب النفسية بالحرب الإعلامية جس نبض. كيف تعاملت الشعوب مع ذلك؟ كيف تعامل الشعب العراقي مع ذلك؟ ردة الفعل العراقية ليبنى على شيء مقتضاه، وبمعنى آخر أنه نتنياهو لمح إلى موضوع البدء في مرحلة ما باستهداف بعض القادة العراقيين، إن كان على صعيد المقاومة أو على صعيد السياسة في مرحلة ما. ودعني أكون صريح أكثر معك، لا يوجد هناك بالنسبة للإسرائيلي أي شخصية عراقية مستثنات من هذا الموضوع، يعني بمعنى الجميع بالنسبة إليهم أعداء، ويجب أن تتغير هذه الخارطة.